أما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فهذا كذب. النبي ما دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في حجرة عائشة. والقصة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: والله ما ندري أندفنه صلى الله عليه وسلم مكان موتانا بالبقيع، مقابر البقيع في المدينة برا المسجد. قال: فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. نبيا، ما قال شيخ طريقة ولا قال ولي ولا قال صالح، وشيوخ الطرق دل شت واحد فيهم صالح ما في، كلهم مجارمة، شت شت كلهم مجارمة. طلع كلمة مجرم برا الغوص، ودخل شيوخ الطرق كلهم جوا الغوص واقفلهم، كلهم مجارمة. دي معلومة تخطها عندك عشان ما أقول لك لا شيخ الطريقة ذاك خير من ده، لا كلهم مجارمة، لكن ده قد يكون أجرم من ده، والأجرم منه الأقل ده أجرم من الكتار الباقيين كلهم، وهكذا دواليك. خلاص؟ طيب، فقال: لم يقبض الله نبيا. دي أول وقفة في باب الحديث. يبقى شيخ طريقة ما بيدخل معانا في الحكم ده عشان يقول أنا يدفنوني في حجرة مرتي، ما في. لم يقبض الله نبيا، نبي ما شيخ طريقة، إن بقى ولي ذاته ما بيخشنا، لأنه قال لم يقبض الله نبيا. ده واحد. اثنين: إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، يعني لو في نبي مات هنا بزحوا السرير المات فيه أو الشيء وبيدفنوا تحته، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما مات. فلما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فأزاحوا السرير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زحوا السرير. قال: وعملوا في الحفر تحت السرير. وكان وين السرير؟ في حجرة عائشة، ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفنوه محله تحت لأنه ده نبي، خاصية لنبي.